أهلا ومرحبا مشاهدي قناة المدى الفضائية. قامت شركة قصر الروان وبرعاية قناة المدى الفضائية بتنظيم حفل اختيار ملكة جمال العراق لعام 2015 في فندق أشتار شيراتون يوم السبت 19/12/2015، وكان حفلا مميزا حضرته العديد من القنوات التلفزيونية العراقية والعربية وحتى العالمية، بالإضافة إلى نخبة من نجوم الثقافة والأدب والفن والإعلام. وقد حظي هذا المهرجان بتغطية واسعة وإشادة كبيرة محليا وعالميا. طبعا هاي التجربة مو جديدة على المجتمع العراقي، خصوصا أن العراق يعتبر من البلدان العربية الأولى اللي نظمت هذه المسابقة، وكان ذلك سنة 1947. بوقتها كان اسم المسابقة ملكة جمال بغداد، فازت فيها فتاة عراقية اسمها رينيه دنكور، عمرها 21 سنة. وأقيم هذا الحفل في قاعة الأمانة بحضور الوصي عبد الإله. ولكن السؤال المهم، لماذا في هذا التوقيت بالذات أعادت قناة المدى وشركة قصر الروان إقامة هذه المسابقة؟ والجواب ما يحتاج إلى عناء كبير، وهو التحدي. نعم، هو مشاهدينا، هو التحدي. فبلد مثل العراق لا يمكن أن يموت ولا يمكن له أن يبقى أسيرا للظلم والظلاميين. نريد من خلال اختيار ملكة جمال العراق أن نوصل رسالة إلى كل شعوب العالم وأحراره، رسالة باسم شباب العراق، رسالة باسم أطفال العراق وأيتام العراق، رسالة باسم النازحين، وأيضا رسالة سامية باسم الشهداء. مفادها أن العراق كان وسيبقى مصدرا للإلهام ورمزا للجمال، للحب، للمعرفة. لن تنكسر شوكة هذا البلد العريق مهما حاول العابثون. مشاهدينا، راح نكون معاكم في يوميات ملكات 2015 حتى نتعرف على بعض التفاصيل المهمة اللي عاشتها المشاركات في هذه المسابقة من خلال برنامج أقامه الفريق المكلف بتنظيم المسابقة، وكيف كان تعامل المشاركات في التسوق والزيارات الميدانية إلى مواقع مهمة كانت بحاجة إلى أن نقف بجانبهم في هذه الظروف الصعبة، بالإضافة إلى التعرف لحضارة العراق وتاريخ العراق الحبيب. اليوم الأول راح نشوف كيف كان التجمع للمشاركات وتوزيع الأرقام عليهن من خلال القرعة حتى نكون على مسافة واحدة من الجميع. طيب، خليكم ويانا ومشاهدة عملية القرعة وردود أفعال المشاركات، بالإضافة إلى عرض وشاح الملكة اللي راح تفوز بالمسابقة وشلون كانت النظرة بأمل وشوق وحب. إلى هنا ما انتهى اليوم لليوم الأول، لا، بعدنا ببداية الطريق وبداية الرحلة. المشاركات بكل أناقة وبكل جمال صعدوا للسيارة اللي راح تنقلهم إلى مكان التسوق. حتى شنو؟ حتى يختارون الملابس اللي راح يشاركون بها بالحفل. وما أحكي لكم، شوفوا الحيرة والقلق على وجوههم والقناعة الصعبة، صعبة جدا، والاختيار أصعب. الله يكون بالعون، شاهدوا بنفسكم وحكموا.
الأوالي عليهن. طبعاً أنا أعرف بالمعاناة الكبيرة اللي تمر بها المرأة والفتاة لما تريد تختار ملابس، وخاصة إذا كانت ملابس الحفلة معينة. بس شلون حفلة تختلف عن كل الحفلات؟ اختيار ملكة جمال العراق الموقف صعب، صعب كلش. المهم بعد هاي الرحلة المتعبة لازم أكفت غدا مناسب حتى ترجع الطاقة اللي فقدوها، مو بس الفتيات، لا حتى فريق العمل المرافق لهم. بنهاية هذا اليوم المشاركات حققا إنجاز كلش مهم. طبعا اختيار الملابس مو هين أبد، قلتلكم سألوني آني أكيد. طبعا آني تعبانة بالملابس. مشاهدينا بعد أكو أيام أكثر تشويق من هذا اليوم وبرنامج ملكات 2015، تابعونا غدا إن شاء الله.